يا مساء الخير والحب والسعادة على حضراتكم وعلى كل اللي بيشوفونا وبيتابعونا في برنامجنا يحكى أن على شاشة انقلان أولى. معاكم رانيا السيد من داخل فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55 العيد الثقافي المصري السنوي اللي بنستناه كل سنة، عيد كل الأسر المصرية، عيد الكتاب، عيد القراء، عيد الناشرين، عيدنا إحنا كمان في يحكى أن اللي دايما بنكون حريصين أننا نكون معاكم فيه، ودايما بنكون حريصين اننا ننقل لكم كل فعالياته، ندواته، كل الكتاب اللي بتحبوهم وبتحبوا تقروا كتابهم، كل دار النشر اللي بتكون موجوده، كل الاسر المصريه اللي بيكون بالنسبه لها ده عيد الثقافه السنوي وعيد الثقافه المصري اللي بيتجمعوا وبيجوا يقضوا فيه يوم جميل ثقافي اجتماعي لطيف جدا. معاكم رانيا السيد واسره برنامج يحكى أن في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55 وحلقات خاصة جدا على مدار أسبوعين كاملين من داخل المعرض. استنونا وبنوعدكم بحلقات خاصة جدا.